طيب اول حاجه نبدا بكويك كده ريفيو على احنا خدناه المره اللي فاتت. اوكي قبل ما نبدا سكشن اول حاجه قلنا ايه؟ قلنا الديزاين تحويلتها في تشيكنز دوبيه تبقى ايه؟ هاي هاي هتبقى باي دلتا اوميجا ماينس اوميجا نود بلس دلتا اوميجا بلس اوميجا نود. اوكي طيب الباور بتاع الكوزاين كنا وصلنا اللي هو ايه؟ ها؟ لا شباب انتر اكشن شويه هتبقى ايه؟ الامبليتيود سكوير على الاثنين صح؟ طيب الفلترز ايه انواع الفلترز اللي احنا خدناها؟ اربعه ايه؟ لو باس وهاي باس ودول بنعرف لهم ايه؟ بنعرف لهم ايه؟ هات اوف فيكتورز. طيب وايه النوعين التانيين؟ باند باس وايه؟ باند ستوب فيكتورز. ودول بنعرف لهم ايه؟ حاجتين بالظبط سنتر فيكتورزي وايه؟ وايه؟ وباند. طيب كونفليوشن مع دلتا بتعمل ايه؟ بتشفت صح؟ x of t minus t node. طيب الكونفليوشن في دومين بيروح الدومين الثاني مالتيبليكيشن تبقى x of j omega مالتيبليكيشن j of y of j omega. طيب عندي مالتيبليكيشن في التايم دومين وايه؟ قبل الكونفليوشن واحد على 2 باي كونفليوشن ما بين x of j omega وايه؟ طيب خلينا كده ايه نقول هنمشي ازاي في المناهج من اول ثالث الترم الاول لغايه رابع الترم الاول. اوكي اول حاجه ماشي. طيب انا كنت بقول ان احنا هنمشي كده نشوف احنا الكورسز هتمشي ازاي من اول ثالث الترم الاول لغايه رابع الترم الاول. اوكي لازم وانت داخل اي كورس تبقى عارف انت هتدخل بايه وتبقى خارج الستيج بتاعتك عامله ازاي تكون عارف كذا وكذا وكذا. ويبقى في لينك مش كل مثلا كورس بتقفله وتمتحنه تحطه في بوكس ايه تحطه على جنب. لا احنا الايه الكورسز كلها كونكتد ببعض فلازم انت ايه تبقى راسم صوره كبيره كده عشان لما تحس انك انت تحط جوه التفاصيل بتاعه الكورس تبقى عارف انت عاوز توصل ايه في الاخر. اوكي فاول حاجه عندنا اي كوميونيكيشن سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من عندي ترانسميتر وعندي ريسيفر. اوكي وعندي ايه شانل في النص. تمام طيب اي ترانسميتر ما بيبقاش عباره عن الانتنة او الواير اللي ايه اللي بيبعت من خلاله سيجنال صح؟ لا هو بيبقى ايه في بلوكس كتير صح بتقعد ايه تعمل حاجات للسيجنال لغايه ما ايه تبعتها ثرو اوت التشانل. التشانل عندي سواء بتبقى ايه وايرد او وايرلس. اوكي وبعد كده الريسيفر بيستقبلها وبيعمل ايه سم ايه عكس الحاجات اللي عملها في الترانسميتر وايه وصلها لي طيب اول حاجه في الكورس بتاعنا ناخد ايه ناخد الانالوج كوميونيكيشن. يعني ايه انالوج كوميونيكيشن؟ يعني عندي الترانسميتر والريسيفر انالوج يعني السيجنال عندي عباره عن ايه زي سيجنال الصوت كده او ايه الراديو عندي. طيب ليه بادين بالانالوج؟ لان ده كان بدايه الكوميونيكيشن. احنا يعني الانسان بيخترع علشان حاجه ليه. طب وايه الحاجه بتاع ايه حاجته في الموضوع كوميونيكيشن؟ ان هو مثلا يبقى عاوز يبعت سيجنال مثلا خلينا نقول ان عندنا حرب وفي مثلا مسج عاوزين نبعتها من القاعده المركزيه للناس في ميدان الحرب. لو قعدوا يبعتوا رسائل ورق والكلام ده هياخد ايه؟ هياخد ايام عقبال ما توصل. ساعات بيبقى ايه في اوامر لازم تتاخد فورا فبداوا يعملوا ايه؟ بداوا يعملوا كوميونيكيشن سيستم عندي ترانسميتر وريسيفر وهيبعت من خلالهم ايه سيجنال او طيب بعد كده الحاجه بعد ما مثلا ما بيخترعوا حاجه علشان يعني خلاص ساتسفاي النيد بتاعهم في الحاجه دي بيبدا ايه يتحول الاختراع ده نبدا نطور فيه عشان ايه يبقى لوكشن يبقى ايه يبقى في نوع من الرفاهيه بدات تبقى ايه في راديو بدا يبقى عندنا كده الفريكونسي باند بتاعتنا اتقسمت لايه للشانلز. الشانلز دي بقى بيتبعت عليها سيجنالز مثلا سواء اخبار اغاني ان سو اون وبدات بعد كده يقول لك لا طب ما انا ليه اصلا اوايرد ليه يبقى او مثلا سيبكم من الراديو ليه مثلا تليفون يبقى وايرد طب ما نخليه وايرلس نبدا ايه عمالين نطور حته حته في
الترانسميشن سيستم تايب. طيب الترم ده هناخد ايه؟ هناخد الترانسميتر والريسيفر لما يكونوا مين؟ لما يكونوا ادبت. بعد كده هتاخده لما يكون ايه؟ لما يكون ديجيتال. وبعد كده كل ده تاخدوا ايه؟ تاخدوا الديزاين بتاع الترانسميتر والريسيفر. بعد كده هنحط التشانل وتاخدوا الواير تشانل شكلها عامل ازاي والواير تشانل شكلها عامل ازاي. الواير تشانل كانت اسهل بالنسبه لهم او في الاول وفي الاخر، هي شبه شويه ايه؟ شبه فكره ان انت عندك زي ماسوره بتحط جواها ايه؟ السيجنال بتاعك. في الاخر في الاول وفي الاخر انت عارف الاتنيويشن طول ما السيرك بيطول طول ما الاتنيويشن بيزيد، بس انت عارف ايه تعمل موديلنج ليها لانه ما بيتغيرش السيرك. انت عارف الترانسفير فانكشن بتاعت السلك بتاعتك، فعارف الاتنيويشن هيحصل ازاي. طيب لو انا عاوز ابقى وايرلس هانتروديوس مور ايه؟ مور امبيرمنتس. يعني ايه امبيرمنتس؟ يعني زي مشاكل او حاجات اللي بتعمل تبوظ السيجنال اكتر. زي ايه؟ انا واقف كده عندي مباني كتير كده، واقف انت قدام مبنى 17 او تتكلم حد من مبنى 20 تقول له السكشن موجود هنا، تعمل ايه؟ انت واقف هنا وعندك بلاي ستيشن كده بتبعت لها، انت لما تيجي تبعت لها عشان تقول لها كلمي حد واقف هنا، هي بتعمل ايه؟ هي مش بيوصل لها شعاع منك ليها كده على طول، لا هي بيوصل لها ايه؟ ده بيخبط هنا ويجي هنا، ده يخبط كده وبعدين يجي كده وبعدين يخبط في ده هنا كده، يقعد ايه مالتيبل ريفلكشنز من حتت كتير وتستقبل. طيب كل ريفلكشن من دول بيسافر ايه؟ اتنيويشن مختلف وفيز مختلف. طيب ده حاجه جديده. طيب فرض ان انت بتتكلم كده طلعت المبنى الانفايرمنت اتغيرت صح، فبقى التشانل الفانكشن بتاعها الترانسفير فانكشن بتاعها اصلا بيتغير صح، وبيسافر ايه ديليز وحاجات كتير قوي. الحاجات دي كلها تاخدوها ايه المودرن ده كله تاخدوه في رابع ترم اول، نبدا بقى ايه نشتغل في التشانل. فالسنه دي هناخد ايه الانالوج وهتاخدوا الميديم ما بين الانالوج والايه والديجيتال اللي هو ايه الفالس موديليشن. اوكي الترم اللي بعده تاخدوا الديجيتال وتاخدوا حاجه اسمها اديتيف وايت جاوسيان نويز. هتاخدوا نويز بس مش تاخدوا تشانل، هتعتبر ان التشانل عندكم بس عباره عن النويز بس. طيب النويز دي بتبقى جايه منين؟ بتبقى جايه من الشيب الالكترونيك شيب عندك بتطلع نويز نتيجه ان الثيرمال مش هي الشيب عندكم تسحب، لما بتبقى فيها هتفضل تشتغل والكلام ده تلاقي الحاجات مثلا بتبقى سخنه، السخونيه دي بتعمل نويز بتبقى اسمها ثيرمال نويز. اوكي فدي بتعمل لي نويز في السيستم، فده اللي انت هتطبقه الترم ده. بعد كده خالص هتاخدوا ايه التشانل، وبعد كده تاخدوا بقى التكنولوجيز بقى دي اس ال والاوف دي ام والحاجات بقى ايه 3 جي و 2 جي والحاجات دي كلها. اوكي طيب خلينا نعرف بقى بما انكم خدتوا اوريدي محاضره خدتوا يعني ايه موديليشن، خلينا نعرف كده شويه ديفينيشنز. اول ديفينيشن عندي هو الكارير. احنا قلنا ان احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ناخد السيجنال بتاعتي انقلها عند الهاي فريكوينسي. مين اللي هيقوم بالمهمه ديت؟ الكارير بتاعي. مين الكارير بتاعي؟ هو الكوزاين صح. ليه كوزاين؟ مش معنى كوزاين يعني بقى خليها اي حاجه ثانيه غير كوزاين. ليه كوزاين؟ ها ليه كوزاين؟ بالظبط علشان هي في الفريكوينسي دومين هي عباره عن دلتتين، والدلتتين دي هي اللي عندها بروبرتي اوف ايه؟ هي عندها شيفتنج بروبرتي، هي اللي تقدر تنقل لي لما اعمل كونفوليوشن معاها تقدر تنقل السيجنال بتاعتي اراوند ايه الاوميجا نود. اوكي فلما باجي اتكلم على انموديليتد كارير يبقى بتكلم على كوزاين اوميجا سي او تي. اوكي طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي موديليتنج سيجنال. مين الموديليتنج؟ طيب خلينا بس نقول حاجه، يعني ايه اصلا موديليشن؟ يعني تعديل. بتعدل في ايه؟ بتعدل بالنسبه لنا بنعدل في الكارير عشان هو اللي هيشيل المسج. بما انه هيشيل المسج يبقى ايه؟ يبقى هعدل فيه علشان يقدر يشيل المسج. بعدل في ايه؟ انتوا عندكم اول نوع عندكم ايه؟ الامبليتيود موديليشن. يعني ايه امبليتيود موديليشن؟ يعني تعديل في الامبليتيود بتاع الكارير. طيب انا هعمل ايه؟ هيبقى عندي الام اوف تي هحطها في الامبليتيود بتاع الكارير، فبقت ايه؟ بعمل مالتيبليكيشن بينها وبين الكارير. كده انا عدلت في الماجنتيود في الامبليتيود بتاع الكوزاين ولا لا؟ عدلت صح؟ طيب مين اللي بيعدل المسج؟ فاما اقول عليها مسج سيجنال او اقول عليها ايه موديليتنج سيجنال، لان هي اللي بتعمل الموديليشن بتعمل تعديل في الكارير. طيب ده كده بتكلم عن ايه؟ عن الام اوف تي اللي هي بتساوي ايه برضو مسج سيجنال.
طيب الموديليتد سيجنال اللي هي خلاص حصلها ايه موديليشن صح اتعدلت خلاص اللي هي مين تبقى عباره عن ام اوف تي كوزايد وميديت. تمام ليه بنقول الكلام ده؟ لان مثلا الدكتور بيبقى كاتب في المحاضره اس اوف تي بتساوي ام اوف تي كوزاين اوميجا سي اف تي. يجي الدكتور بيستخدم الاس اوف تي دي في حاجه ثانيه طب انت حافظ ان هي ايه ان دي هي موديليت سيجنال وهو اصلا مش عامل ان دي موديليت سيجنال هو كاتب لك مثلا قبلها ان ديت هي الان موديليت كارير مثلا سميها اي حاجه. الفكره ان انت ما تحفظش نوتيشنز احفظ مين احفظ الكلمات نفسها لان دي هتبقى مكتوبه لكن مش هيجي ما تحفظش ان هي مثلا اس اوف تي هي على طول بتساوي ام اوف تي في كوزاين اوميجا سي لا احفظ كده احفظ نوتيشنز احفظ الكلمات نفسها اوكي. طيب ليه بقى بنعمل موديليشن؟ ها تمام الباشمهندسه بتقول ان انا اقدر اعمل مالتيبلكسنج للسيجنال صح فايه استغل الباند بتاعي ان انا ابعت كذا سيجنال في نفس الوقت يبقى اول حاجه عندي هي ايه هي المالتيبلكس. طيب ثاني سبب بالظبط فاكرين لما كان الموبايل الانتنة بتاعته طالعه كده فاكرين الموبايل اللي كان قد كده ده قد الشبشب وكان الانتنة طالعه كده صح ايه اللي خلى الانتنة تدخل جوه بالظبط ان احنا عندنا لينث اوف انتنة بيساوي ايه عاده ممكن يبقى فانكشن بيبقى فانكشن في الايه في الويف لينث ماشي بيبقى ايه عباره عن الويف لينث على الاربعه والويف لينث هو ايه هو انفرسلي بروبورشنال مع الاف هو بيساوي واحد على الاف فكل ما زود الايه الفريكونسي اللي انا شغاله عليها اللينث اوف انتنا بيقل اوكي فايه دي تاني حاجه ان انا ليه بستخدم هاي فريكونسيز عشان تكون الانتنا يبقى تاني حاجه لينث اوف انتنا. طيب خلينا كده نرسم مكتبه صغيره للايه الكورس بتاعنا انا الكومنتيشن انا عندي ايه بداية خلينا نرسم في الحتة دي بس عندي amplitude modulation amplitude modulation ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن double side band suppressed carrier لا double side band single side band vestigial side band اوكي؟ هقول لكم كل واحدة فيهم بالتفاصيل بس خلينا نحفظ دول اوكي؟ خلينا نعرف ان هما ثلاث انواع اوكي؟ طيب انا محتاجة اعرف ايه في كل نوع هاخده محتاجة اعرف الماثماتيكال فورمولا محتاجة اعرف ازاي برسمه محتاجة اعرف الباندوز بتاع السيجنال بعد الموديليشن وقبل الموديليشن يعني بعد الموديليشن ماشي محتاجة اعرف ايه تاني الباور بتاع كل واحدة فيهم ازاي بحسب الباور بتاع كل ايه الموديليشن تكنيك. طيب خلينا نمسك الاول احنا شغالين ايه في الاول احنا شغالين دبل سايد باند والدبل سايد باند ده عنده نوعين عندي سبرست كارير وعندي لارج كارير صح كده نبدا باول حاجه ايه السبرست كارير سبرست كارير عباره عن ايه ها اس اوف تي بتساوي ايه ام اوف تي كوزاين اوميجا سي صح كده طيب لو انا شغاله لارج كارير M of T plus A A C كل ده مجهول في ايه؟ sin omega C تمام كده؟ ماشي طيب لو انا عاوز ارسم او عاوز اكتب الفورمولا بس في الفريكونسي دومين هعمل ايه؟ احنا خلاص مش محتاجين نحفظ حاجه احنا طالما حافظين الكوزاين فكيتها ازاي؟ الكومبيوشن مع الدلتز بتتعمل ازاي؟ وعارفين الايه ان المالتيبليكيشن في التايم هي كومبليشن في الفريكونسي في ناس كده خلاص انا مش محتاج احفظ حاجه فانا حافظ دول خلاص كده اوكي نمسك حته حته حد يقول لي كده اس اوف جي اوميجا تبقى بتساوي كام بتساوي ايه ها لا بصي لا مش عاوزه مش عاوزه البتاع على طول اديهاني ستيب باي ستيب يعني اول ده حوله لي ايه في الفريكونسي يعني هقوله لك ايكويشن عندي ام اوف تي هتبقى ايه ام جي اوميجا صح وده ها بالظبط يبقى انا عندي ايه باي
دلتا اوميجا بلس اوميجا نوت بلس دلتا اوميجا ماينس اوميجا نوت، صح كده؟ ده الكوزاين. يبقى انا حولت ده لوحده ده لوحده، فاضل مين؟ المالتيبليكيشن هيبقى ايه؟ كونفوليوشن، وايه في بره؟ 1 على 2 باي. قلت لكم ده تحطوه قبل الكونفوليوشن. اوكي؟ طيب الباي اتشالت مع الباي هيبقى بيساوي ايه؟ نص. ويبقى عندي الام اوف جي اوميجا، عملت لها كونفوليوشن مع دلتاز صح؟ تديني ايه؟ الام اوف جي اوميجا بس شفتت صح؟ يبقى ايه بقى؟ حد يقول لي؟ ام اوف جي اوميجا بلس اوميجا نود صح؟ بلس ام اوف جي اوميجا ماينس اوميجا نود. طيب دي ايه؟ دي سبريس كارير. طيب اللارج كارير بقى ايه الفرق ما بينها وما بين السبريس كارير؟ ام اوف تي ضربتها في كوزاين، هنا بقى عندي ام اوف تي بلس كونستنت ضربتها في كوزاين. انا هنا كاتبه مين؟ كاتبه الترم ده كوزاين ده لما يدخل هنا، فاضل لي مين؟ فاضل لي اي سي كوزاين. هعمل ايه؟ هعمل بلس ايه؟ اي سي ها باي دلتا اوميجا ماينس اوميجا نوت بلس دلتا اوميجا بلس اوميجا نوت. مين عنده مشكله؟ عنده مشكله يقول عادي. ها مش الاثنين؟ طيب خليني اكتب هنا هقول نيجي نعمل سكتشنج اهو. انا بس قلت عشان اكتبها عشان انا هنسى. طيب انتوا وصلتوا لحد فين؟ وصلتوا لحد فين؟ شايفين لغايه فين؟ تمام. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان اللارج كارير ايه الفرق ما بينه وما بين السبريس كارير؟ ان انا عندي هنا ام اوف تي مضروب في كوزاين، هنا زودت كونستنت على الام اوف تي وبعدين ضربتها في كوزاين. لو انا برسم انا ممكن ارسم ايه؟ بما انها لينير صح؟ الكونفوليوشن ده لينير او المالتيبيكيشن او كده، فممكن او سوري الترانسفورم لينير، فانا هعمل ايه؟ هضرب ام اوف تي في كوزاين ده لوحده حولته اوريدي متحول تحت اهو، فاضل لي مين احوله؟ الاي سي كوزاين، فكتب براكتس بس. اوكي؟ فعملت ايه؟ قلت ان انا خلاص انا عارفه ان السبريس كارير هي نص ام اوميجا ماينس اوميجا نود بلس ام اوف جي اوميجا بلس اوميجا نود. فاضل لي مين؟ قلنا الاي سي كوزاين اللي هي تبقى ايه؟ اي سي باي دلتا اوميجا ماينس اوميجا نود بلس دلتا اوميجا بلس اوميجا نود. تمام كده؟ ها ماشي. طيب نعمل سكتشنج بقى. طيب فاكرين اخر بروبلم في الايه في الشيت اللي فات اللي هو بتاع ريفيجن، لما قلنا لما بضرب في كوزاين في كوزاين ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ كوزاين بتاخد شكل انفلوب بتاع المسج، بس بيحصل ايه تاني؟ ريفلكشن صح؟ ها طيب خلينا ناخد كده. لو انا عندي مسج شكلها عامل كده اوكي، وضربتها في ايه؟ كوزاين. اوكي الاوتبوت هيطلع شكله عامل ازاي؟ هعمل حاجتين. اول حاجه هرسم الايه السيجنال بتاعتي اللي هي الامبلوف عادي بتاع السيجنال اوكي، وهرسم ايه الريفلكشن بتاعه. تمام. طيب وبعد كده هرسم الكوزاين فين بالظبط؟ تمام. تاني بعمل ايه؟ برسم السيجنال بتاعتي دوتد، وارسم الريفلكشن بتاعها على الاكس اكسس، وبرسم الكوزاين بينهم. تمام. طيب ليه بعمل كده؟ علشان الكوزاين عندي ايه؟ فيها فاصل ونيجاتيف، فالفاصل بيتضرب في النقطه دي، النقطه اللي بعدها دي تتضرب في النيجاتيف بتاع الكوزاين دي، فايه تبقى ريفلكتد لتحت، عشان كده بيبقى فيها ريفلكشن. طيب خليني اقول لو انا عندي سكوير ويف 0 1 هيبقى فيها ريفلكشن؟ ها فيها ريفلكشن؟ لا ما فيهاش ريفلكشن صح، لان النقطه دي هتتضرب في ايه؟ هنا، وبعد كده يبقى 0 هنا، وبعدين ايه تفضل كده، وبعد كده ينزل هنا تحت بالنيجاتيف اند سو اون. تمام.
تمام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى الريفلكشن ده لو انت عندك بريودكس ضرب البريودكس سيجنال ليها ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف. حلو؟ طيب ده كده ايه؟ ده كده سبريست كارير. طب لو انا عاوزه ارسم اللارج كارير هعمل ايه؟ كده مش كده. طيب طب انا عندي ايه؟ هرسم الاكسس بتاعي هرفع السيجنال ب اي سي بشكل اعمل كده مثلا واعمل ايه؟ طبعا دوتد واعمل ايه؟ ارسم الريفلكشن بتاعها هنا وبعدين ارسم كوزاين بينهم. بس كده؟ بس كده؟ بالظبط. هيعمل ايه؟ الام اوف تي دي لما تكون بزيرو ايه اللي هيفضل؟ الاي سي كوزاين. يبقى لازم ايه؟ اكمل. واكمل بايه بقى؟ ده الاي سي يبقى لازم اكمل بكوزاين من ايه؟ من اي سي لنيجاتيف اي سي من ناحيتين. اوكي؟ مش فاهمة؟ انهي حتة بالظبط؟ اللي هي بتاعت الايه؟ اوكي ماشي. انت عندك الام اوف تي في الاخر ليها تايم يعني من مثلا من زيرو لغايه مثلا 10 سكند مثلا. بعد كده في سيجنال؟ مفيش صح؟ يعني لكن الام اوف تي بقت بزيرو. طيب لما تكون ام اوف تي بزيرو الاي سي دي هتبقى يعني بزيرو؟ تفضل موجوده عادي. يبقى انا لو واقف في التايم هنا لو واقف هنا في التايم هلاقي مين؟ او واقف هنا في التايم هكمل كوزاين بالظبط. مش انت عندك هنا افتحي كده براكت هتبقى ايه؟ ام اوف تي كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس اي سي كوزاين اوميجا سي اوف تي. الام اوف تي ديت ليها تايم صح؟ بعدها بتبقى بزيرو صح؟ فده الترم ده اتشال هيفضل مين؟ هيفضل ده. احنا بس احنا ليه عملنا احنا ليه بناخد ليه بنرسم ده الاول بعد كده بنضرب في كوزاين؟ عشان انت لو انت عندك التو تيرمز كده عمرك ما هتعرفي ترسميه. لو انت رسمتي ام اوف تي كوزاين ورسمتيها كده بعد كده عملتي اي سي كوزاين وعملت لهم اديشن عمرك ما هتعرفي ترسميه. فاحنا بنرسم ام اوف تي بلس اي سي عشان نقدر نعملها شيفت وبعد كده نرسم الكوزاين معاك. طيب عاوزين نرسم بعد كده ايه؟ نرسم الايه؟ فريكونسي دومين. دايما في كل حاجه هتلاقي ايه؟ تايم دومين وفريكونسي دومين. فورمولا هنا فورمولا هنا وايه؟ سكتشنج هنا وسكتشنج هنا. طيب الفريكونسي دومين اسيوم ان انا عندي خلينا نكتب نرسم هنا اسيوم ان انا عارفه ان شكل السيجنال بتاعتي عامل كده امبليتيود ايه والباند بتاعها بي لو انا رسم فيرسز الفريكونسي. السبريس كارير هيبقى شكله عامل ازاي؟ نعمل حاجتين. بص كده الايكويشن نص ام اوف تي متشفته يمين وشمال يبقى بنعمل حاجتين. اول حاجه بنشفت ثاني حاجه بنقسم الامبليتيود على ايه؟ على النص او على اثنين. ماشي. يبقى اول حاجه هاخد ده كده اقف عند الاوميجا سي وارسم ايه؟ ده كده وعند نيجاتيف الاوميجا سي احط السيجنال بتاعتي والامبليتيود هتبقى ايه؟ ايه على الاثنين. طيب لما تيجي في الامتحان ترسم لازم توضح ان هنا ده ايه؟ ده اوميجا راديان بير سكند ولا لازم فريكونسي؟ على حسب لازم تحدد. ولازم الايه؟ الواي اكسس لازم تقول ان ده عباره عن ايه؟ ام اوف جي او اس اس اوف جي اوميجا ماجنتيود. لازم توضح انت بترسم ايه ولازم توضح ان انت بترسم مثلا الماجنتيود ولا لازم الماجنتيود والفيز ولا لازم ايه بالظبط. فاهم؟ الحاجات دي بتنقصوا عليها. في الحالة دي ده هيبقى ايه؟ اوميجا سي بلس 2 باي بي. هنا اوميجا سي ماينس 2 باي بي. لان ده فريكونسي وده ايه؟ لازم ابص الامر. لازم توضح الحاجات دي. اوكي؟ طيب ده كده في حالة مين؟ في حالة السبريس كارير. فاضل مين؟ هنعمل ايه بقى في اللاش كارير؟ ايه اللي هنزوده؟ ها؟ 2 دجل صح؟ اللي هو الاي سي كوزاين ده اللي هحوله كوزاين اوميجا سي اللي هي عباره عن ايه؟ 2 دلتاز هنا وهنا. امبليتيود بتاعتهم بكام؟ باي اي سي. اوكي؟
الباندوت في الحالة دي الباندوت هنا كام؟ اثنين باي بي يعني ولا اثنين بي؟ لو عايز اه ماشي اثنين بي يعني اثنين بي ماشي مطلع. طيب هنا هو بيقول الباندوت يساوي اثنين بي الكلام ده صح ولا لا؟ متأكدين؟ ماشي صح. طيب لو انا عندي هنلاقي افتكر كده الباندوت نرجع مع بعض على الباندوت كده انا عندي بيج باند كان الباندوت بتاعه مقسوم ازاي؟ ده بيج باند اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي دي. طيب الباد باند اللي احنا ايه لسه جايبينه دلوقتي 2 دي صح؟ طيب لو انا عندي السيجنال مش باند ليميتد زي مثلا الجاوسين كده حاجة عاملة كده بعمل ايه؟ بجيب لها باندوت ازاي؟ 3 دي بي باند واقف عند الماكسيمم وانزل عند الماكسيمم روت على روت 2 على روت 2 واقول ايه ان ده الباندوت بتاعي في حالة ايه؟ في حالة البيس باند لو الباس باند باخد يمينها وشمالها اوكي؟ طيب بعد كده لو انا عندي سيجنال بتنزل للزيرو بتطلع تاني زي السينك او السينك سكوير باخد ايه؟ باخد فيرست نال بالظبط باخد الفيرست نال. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي حاجة يعني عاوزين نعرف ايه تاني؟ عاوزين نعرف السلايد باند. هنا انا بعت السيجنال كلها يمينها وشمالها طول ما انا باصص ناحية الانفينيتيز كده باصص كده وانا بتكلم على ايه؟ upper side band اوكي؟ طول ما انا باصص ناحية الزيروز كده غير ما بقى من اول الاوميجا سي لغاية ناحية الزيرو بدا ايه؟ lower side band اوكي؟ طيب انا كنت لسه قايلكوا ايه؟ ان احنا هنقول amplitude modulation عبارة عن double side band single side band single side band ايه هما التلاتة دول؟ double side band انا باعت يمين وشمال ايه؟ او بعد السيجنال كلها الاب سايد باند بتاعتها والايه واللور سايد باند بتاعتها ايه كلها. طيب السيجنال سايد باند هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي انا عندي سيجنال اصلا انا ببعتها ايه دي هيبقى معنى انها ريل معنى كده ان يمينها زي شمالها سمارتك صح؟ فقال لك خلاص بما انها سمارتك ليه ابعت كل الباند ده؟ طب ما ابعت نصها بس ابعت الاب سايد باند او اللور سايد باند فده هو مين؟ ده السيجنال سايد باند. طيب هيحصل مشاكل في سنجل سايد باند تعرفوها مش هيقولك لا طب خلاص انا لا هبعت سنجل سايد باند ولا هبعت دبل سايد باند انا هبعت ايه؟ هبعت فيستيجيال سايد باند. ايه هو الفيستيجيال سايد باند؟ هبعت النص وحته كمان من ايه؟ الحته اللي انا عاوزها ما ابعتهاش يعني في نص هبعته كله والنص هبعت حته منه اوكي؟ ماشي ده كده ايه؟ ده بتاعت انواع. احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي هنا الدبل سايد باند ده عباره عن ايه؟ عباره عن سبريس كارير ولارج كارير بيس باند اللي هي سيجنال هنا المسج بتاعتي عادي اراوند زيرو الباس باند هي شفتت في الهاي فريكونسي حصل لها موديليشن بقت هنا اوكي. طيب كده انتوا عرفتوا الدبل سايد باند والسنجل سايد باند والايه الديستنجل سايد باند وعرفتوا سايد باند اصلا هي عباره عن ايه. لو انا بتكلم على اب سايد باند يبقى بتكلم ناحيه الانفينيتيز لو انا بتكلم على لو سايد باند يبقى انا بتكلم ناحيه ايه؟ الزيرو تمام؟ انا بقول سنجل سنجل سايد باند مش انت عندك دلوقتي عباره عن ايه؟ انت هنا بعت الابر سايد باند وبعت اللور سايد باند في حاله ايه؟ في حاله الدبل سايد باند بعت التو ايه سايد باند السنجل انت بتبعت لابر للور ده بي فيستيجن طيب الفيستيجر بيقول لك ايه؟ بيقول لك بدل ما تبعت النص ده علشان في مشاكل في سنجل سايد باند بيقول لك خلاص مش ابعت يعني النص وحته كمان وتبعت الابر مثلا يعني بتبعت عامله كده او تبعت مثلا الناحيه الثانيه وتبعت حته ايه؟ حته صغيره لا 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 عشان في سنجل سايد باند ما عندكش شارب فلترز يعني ما تقدرش تعمل شارب فلترز عند هاي فريكونسيز فبتعمل ايه؟ قلت لك خلاص الفلتر انا مش عاوزه يبقى شارب قلت لك خلاص انا هعمل بستيجن فالبستيجن ده يديك ايه؟ حته كده
عشان بس الكومبلكسيتي بتاع السيستم ده. هنا بعت ايه؟ ده هنا بعت السيجنال كلها بارلل اكتر باور اكتر. هنا ايه بتبعت؟ لو انت بعت في حاله السنجل تبعت ايه؟ نص الكلام ده، فنص الباور نص البندل. لقيت ان الكومبلكسيتي بتاعت السنجل سايد باند عاليه تبعت ايه؟ بستيجي. اوكي؟ ها لا ده في حالة لو هي مش باند ليميتد. هنا هي باند ليميتد اهي نازله لغايه البي. طيب نيجي بعد كده لاخر حاجه عندي هي ايه؟ هي المودوليشن اندكس. ايه هو المودوليشن اندكس؟ احنا قلنا ان انا عندي لارج كارير. لارج كارير انا بزود عليه، بزود على المسج بتاعتي دي سي. في الاخر انا بعمل ايه؟ بحط سام باور في ايه؟ في الكارير. تمام. طيب الباور دي قد ايه او قد ايه بعمل موديليشن او لارج كارير؟ يعني قد ايه بحط يعني الفاليو بتاعت الاي سي دي قد ايه؟ دي بيحددها لي الموديليشن اندكس. فهو بنقول ان الميو بيساوي ايه؟ بيساوي الام اوف تي مينيمم ابسوليوت على الاي سي. اوكي. طيب انا اصلا ليه بستخدم اللارج كارير؟ ما حلو جدا السبريس كارير خلاص على كده. ليه احط باور في الكارير؟ ما بعت على طول. ها ايه؟ ماشي ماشي. ايوه ماشي. طيب يبقى اول حاجه هي بتقول ايه؟ بتقول عشان يسهل على الريسيفر. يعني ايه سهل على الريسيفر؟ يعني ان اقدر اعمل ريكفري السيجنال بسهوله. طيب باشمهندس قالت ايه؟ باشمهندس قالوا ان انا عندي برفع السيجنال عن الزيرو. طب ده هيفيدني في ايه؟ لو بصيت هنا مشيت على الانفلوب بتاع السيجنال كده هلاقي ايه؟ ان الانفلوب اتغير. طيب في حاله اللارج كارير هلاقي ايه؟ هلاقي الانفلوب هو هو صح. طيب يعني ايه بقى بسهل على الريسيفر؟ انا عندي هتاخده بعد كده في الدي موديليشن ان انا بستخدم ان الترانسميتر والريسيفر لازم يكونوا هما اتنين مظبوطين على سنتر فريكوانسي واحد عشان الاثنين يقدروا يستقبلوا. تمام. بس العيوب او التولرنس يعني بتاع بتاعت اللي هي اللامب المنتس عندك اللي هي مثلا ريزيستنس، مثلا بتيجي تقيس اثنين ريزيستنس من نفس المكان من نفس البوكس من نفس يعني من نفس المانيفاكتشر او كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان دايما الاليات مش زي بعض قوي، هتلاقي في تولرنس صح. طيب نفس الفكره بس في الاوسيليتر ممكن تلاقي ايه؟ واحد اوميجا سي والتاني اوميجا سي بلس دلتا. اوكي. طيب هسهل ازاي على الريسيفر؟ هسهل ازاي على الريسيفر؟ هقول له خلاص انت مش لازم تحط الاوسيليتر اصلا ماشي، وممكن تمشي على الانفلوب ده هتعرف السيجنال بتاعتي. اوكي ده حل. الحل الثاني، الحل الثاني ان انا باعت هنا ايه؟ باعت الكارير بتاعي. فخلاص انا برده مش محتاجه اوسيليتر احطه في الريسيفر السيركت بتاع الريسيفر. بس ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كارير اكوزيشن. يعني ايه كارير اكوزيشن؟ يعني انا اللي اخمن الكارير اللي هو بعت عليه. انا بعته هو اوريدي بعته، فيقدر يعمل ريكفري للكارير لوحده. وساعتها لو انا بعت عند اوميجا سي بلس دلتا اوميجا برضو ايه؟ الكارير هيطلع لي اوميجا سي بلس اوميجا بلس اللي هي الدلتا دي، ويبقى ايه؟ ما يبقاش في ايرور في السيستم. اوكي؟ يعني هو دي لا، هو هنا انا اوريدي ببعت الكومبوننت ده فهو هيستقبله، فيعرف السنتر اللي واقف عنده هتاخد الكارير بوزيشن. فلما تاخده هتقدر على طول ايه؟ تعمل دي موديليشن بيه. بدل ما تقدر بدل ما تقول ايه؟ بدل ما تستخدم اوسيليتر تحطه كده لامب بتقلب كده، لا انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل بتخمن ده وتستخدمه. فهو عند الترانسميتر فيه ايرور هيفضل الايرور موجود، ولما تيجي تضربهم في بعض هت ايه؟ هيروح الايرور. اوكي؟ طيب طيب انا عاوز دايما المودوليشن اندكس ده يكون ايه؟ اكبر من واحد ولا اقل؟ اصغر من الواحد. طيب اصغر من الواحد ده معناه ايه؟ ان الاي سي كبيره صح؟ يعني شفت ده ايه؟ كله فوق الزيرو. طيب لو كانت اكبر من الواحد معنى كده ان الام تي مينيمم هي اللي اكبر، فمعنى كده ايه؟ انه ستيل ليه جزء ايه؟ تحت الزيرو صح؟ فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل برده ديستورشن، او ساعتها بنسميها ايه؟ اوفر موديليشن. تمام؟ طيب خلينا نكتب بقى كويشن مارك.
حد عنده مشكله بس في الحته اللي احنا قلناها دي؟ ايه اه طبعا انا عاوزه اشوفها فوق. عاوزه اشوفها فوق طيب. طيب هنا مديني ايه؟ مديني ام اوف تي مره كوزاين 1000 مره ام اوف تي كوزاين 1000 كوزاين 3000 تي، اوكي؟ وعاوز في كل مره كل مسج بينهم ارسم السبيكترم بتاع الام اوف تي. يعني ايه سبيكترم؟ فريكونسي دومين، صح؟ وبعد كده اسكتش ايه؟ اسكتش الام اوف تي لما ايه ارفعها على كارير ب 10000، وبعد كده اعمل ايدنتيفيكيشن للابر سايد باند واللور سايد باند. يلا ورقة وقلم بقى والناس تطلع تشوف هتلاقي هيبقى عامل ازاي. بص هي ليها قصة كده كبيرة لسه تاخدوها، فمش عاوزة ادخل في ديتيلز فيها. بس انت عندك هنا انت باعت الكارير كده، اوكي؟ او بعد كده للثانيه. هو بيعمل ايه؟ هو بيروح جايب نارو باند باس فلتر فيري نارو، بياخد الباند دي، اوكي؟ وبيقدر ساعتها بما انها فيها اعلى باند كده ان هو يقدر يستكت ايه الفريكونسي بتاعتها عن طريق كذا بلوك بقى، يعني بيطلع الفريكونسي الفاليو بتاع الفريكونسي، اوكي؟ بس فهو بيستخدم دي عشان يجيب الفريكونسي، وساعتها حتى لو هي كانت اف سي مثلا بلس دلتا اف بيجيبها ايا كان، بس المهم الدلتا دي موجوده فين؟ اوكي؟ طب عاوز توقف التسجيل؟ هاجي اقف عند ايه؟ الكوزاين عندي فتحتها ايه؟ فكتها باي ودلتتين، او الترانسفورم بتاعها باي ودلتتين. يبقى انا هطلع ايه؟ هطلع دلتا عند الالف وعند النيجاتيف الف. بامبليتيود كام؟ باي. ده مين؟ ده اوميجا. تمام كده؟ وده مين؟ ام ودي اوميجا. اوكي؟ طيب بعد كده عندي ايه؟ بيقول لك ده السكتش السبيكترم بتاع ام اوف تي، بعد كده السبيكترم بتاع ام اوف تي لما تضرب في ايه كوزاين 10000. يبقى هاخد السيجنال دي هعمل حاجتين، هشفتها راوند 10000 يمين وشمال، والامبليتيود هينزل ايه لنص. طيب اجي عند ال 10 كي بحط ايه؟ بحط التو دلتاز بتوعي دول هشفتهم راوند ال 10 كي، فيبقى 11 كي تمام 8 كي. الناحيه الثانيه نفس الموضوع، نيجاتيف 9 كي ونيجاتيف 11 كي. امبليتيود كام؟ باي اوفر 2. طيب تعالوا نشوف كده احنا جبنا زي الباي اوفر 2 دي، اوكي؟ احنا عارفين ان في واحد على 2 باي وعندي ام جي اوميجا كونفوليوشن مع خلينا نقول ايه؟ باي، ماشي خلينا نكتب على باي ودلتا تي. انا يفرق معايا ايه؟ انا اللي يفرق معايا انا عاوزه الامبليتيود، اوكي؟ فهعمل ايه؟
المسج عندي كوزاين، فالمسج عندي بتديني امبليتيود ايه هاي برضو، والكوزاين اللي انا بضرب فيها دي برضو بتديني ايه هاي، وانا عندي ايه بره واحد على اتنين باي بر، فالباي دي اتشالت مع باي دي فاضلني مين باي اوفر 2. دايما لما تيجي تحل ماشي خد اعلى نقطه او النقطه اللي انت عاوز تجيب عندها وايه وجيب الامبليتيود بالطريقه دي. يعني انت عندك واحد على اتنين باي بره، عندك الايه الماكسيمم بتاع الام اوف جي اوميجا مضروب في الماكسيمم بتاع ايه او اللي هي الكونستنت بتاع الدلتا، هيطلع لك ايه هيطلع لك الماجنيتيود بتاع ايه اعلى نقطه. نفس فكره ان انا لو انا عندي مثلا حاجه ليها امبليتيود ايه اوكي، عندي واحد على اتنين باي بتاع ايه بتاع كونفوليوشن، وعندي الايه بتاع ايه السيجمنت هنا ده الماكسيمم، وعندي الباي بتاع مين بتاع الكوزاين، هشيل ده مع ده هيديني ايه في الاخر ايه على الاثنين، يبقى انا عارفه ان ده هيتشفت وده هينزل ايه على الاثنين اوكي. طيب دي الاول. طيب مش بعد كده بيقول ايه، بيقول identify the upper side band and the lower side band. مين ال upper side band؟ ده وده صح. لو انا واقفه هنا هبص ناحيه الانفينيتي كده وهتبقى ايه، هتبقى الدلتا عند ال 11 وعند النيجاتيف 11 صح، صح ولا ايه؟ طيب دول ايه، دول upper side band. طيب دول اللي هما هيعملوا لي ايه في الاخر، عند الدلتا عند 11 وعند النيجاتيف 11 هيدوني ايه؟ هيدوني كوزاين صح. فيبقى الابر سايد باند هي عباره عن ايه، كوزاين 11 تي اصل 11 الف تي، والامبليتيود هي نص صح، لان ده لو عاوز اكتبها هتبقى ايه باي على الاثنين دلتا اوميجا ماينس 11 تي بلس دلتا اوميجا بلس 11 تي، وده كده باي ودلتتين يدوني ايه الكوزاين عند الايه عند الاوميجا دي اللي هي 11 كي، وهنا في ايه نص. طيب اللور سايد باند بقى، اللور سايد باند عندي مين؟ عندي 9 كي، عندي نيجاتيف 9 كي وال 9 كي، دول هيدوني مين برضو؟ هيدوني كوزاين 9000 تي مضروب بره ايه في نص. ده الايه ده الابر سايد باند وده اللور سايد باند تمام كده ماشي. طيب لو انا عاوزه اجيبها ماثيماتيكال هعمل ايه؟ هيبقى عندي كوزاين 1000 تي مضروب ايه مضروب كوزاين 10000 تي، ده لما تيجي تفكها تفكها ازاي؟ هتفكها نص كوزاين المجموع اللي هي 11000 تي بلس كوزاين 9000 ايه. ممكن تفكها كده وترسمها على طول فيطلع لك دلتا هنا ودلتا هنا ودلتا هنا ودلتا هنا بتاع 11 و9، ده حل. لما تيجي تبص على الابر سايد باند انت عندك حاجه ايه اللي فوق ال 10 كيلو فهيبقى ده، وايه اللي تحت ال 10 كيلو هيبقى ايه 9000. طيب تعال نبص على ايه، على المسج الثانيه اللي هي الكوزاين ال 1000 مضروب في كوزاين 3000 اوكي. انا مش هعملها ماثيماتيكال، انا عاوز اعملها بالايه بالشيفتنج بروبرتيز اوكي. طيب اول حاجه الالف اهي، وامبليتيود كام؟ باي، ده هي ده المسج دي او ده الحته دي من المسج، ضربت في كوزاين كام؟ 3000. ايه اللي هيحصل؟ يحصل حاجتين، يحصل لها ده شيفت كده اراوند ال 3000، هيبقى واحده عند ال 4 كي، واحده عند ايه؟ 2 كي، نفس الحكايه ايه هناك. طيب والامبليتيود بالظبط هيقل النص، يبقى باي على الاثنين. كده رسمت ايه؟ كده رسمت المسج. فاضل مين؟ فاضل الموديليتد سيجنال، هرفعها على مين؟ على الكارير بال 10000. هيعمل ايه؟ هيعمل برضه حاجتين. ها هيعمل ايه؟ بالظبط يبقى شفت ده كله اراوند ال 10000، هقف هنا عند ال 10 وايه هزود على السكيل ده كله 10، فيبقى عندي ايه الاثنين ده بس 10 يديني ال 12، وهنا بس 10 يديني ايه 14، وهنا عند النيجاتيف 2 بس ايه بس ال 10 تديني 8،
ماينس الاربعة تديني كام؟ تديني الستة. نفس الفكرة ايه هناك؟ والامبليتيود باي على الاربعة. طيب عاوزين نجيب الباي على الاربعة دي بنفس الفكرة ان انا ايه اجيب امبليتيود بس بتاع كل ايه كومبوننت عندي. اوكي؟ هيبقى عندي ايه؟ اول حاجة من هنا لهنا هيبقى عندي واحد على الاثنين باي، وهنا باي، وهنا ايه باي. مرة هي بتاعت كوزاين دي ومرة كوزاين دي، عملهم كومبليوشن فيديني ايه في الاخر؟ هنا باي على الاثنين، باخد الباي على الاثنين دي بتاعت سيجنال دي، وبرده عندي ايه بعملها بعمل مالتيبليكيشن في التايم، فيبقى ايه كومبليوشن في الفريكونسي، فيبقى عندي واحد على الاثنين باي في الاوتبوت سيجنال دي، الامبليتيود بتاعها بتديني ايه باي على الاثنين في باي، فيديني ايه باي على الاربعة. ايه ماشي، نشوف البروبلم اللي بعدها بقى. Thank you.
طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي you're asked to design a double side band capacitor modulator. ماشي، اللي هو كان ام اوف تي اللي كنت زمان يعني كنت بضرب ام اوف تي في كوزاين على طول، ماشي، عشان اجنريت اللي هي ام اوف تي موضوع في كوزاين. والام اوف تي از باند ليميتد تو بي، هو ده شكل الام اوف تي اللي انا عاوزه ابعتها، باند ليميتد لبي هرتز او 2 باي بي راديان بير سكند. The carrier generator available is cosine cube. زمان كنت بضرب في اوسيليتر بيديني ايه؟ بيطلع لي كوزاين اوميجا سي. دلوقتي لا، دلوقتي انا عندي ايه؟ كوزاين كيوب اوميجا سي اوف تي. اوكي، طيب يقول لك explain whether you would be able to generate the desired signal using this equipment او لا. اوكي، هل البتاع ده باستخدام الفلتر اقدر اطلع كي ام اوف تي كوزاين اوميجا سي ولا لا؟ اوكي، حد يقول كده هنت وبعدين كل واحد يشتغل بقى. هعمل ايه يعني؟ يوديني فين؟ هعمل ايه فيه؟ طب ممكن اشغلها ماتماتيكال صح؟ طيب يعني اعمل ايه بقى؟ اشغلها ماتماتيكال يعني اعمل ايه؟ يعني افك ده صح؟ افك الكوزاين كيوب، ممكن اقول ان هي كوزاين سكوير، افك الكوزاين سكوير ديت وبعد كده اضرب في كوزاين وافك برضه. مش انتوا حافظين ان الكوزاين سكوير بتساوي نص 1 بلس كوزاين 2 اوميجا سي؟ الحاجات دي لازم تكون حافظها، يعني احنا بتبقى الامتحان محطوط على اساس ان انت الحاجات دي حافظها. اوكي ماشي، الناس تبدا كده، يلا برضو بنفس الورقه والقلم حاولوا كده فيها شوفوا هتطلع ولا لا. كوزاين كيوب، فقلنا هنقول افكها ولا مش لازم؟ كوزاين اوميجا سي تي مضروبه في كوزاين سكوير اوميجا سي تي، المفروض اللي هي هتساوي كوزاين اوميجا سي تي المفروض في هاف واحد بلس كوزاين اثنين اوميجا سي تي، بعدين تبقى هندخل دي جوه يعني، فتبقى كده بس. طيب عندنا تاني كوساين اوميجا سي تي كوساين 2 اوميجا سي تي، فديت برضو احنا عايزين نفكها، فهيبقى اللي هي اتنين كوساين مضروبين في بعض طلعها تبقى دي هتنزل زي ما هي بلس هاف هاف تبقى 1 over 4، وبعدين كوساين المجموع اللي هو 3 اوميجا سي تي بلس كوساين الفرق اللي هو اوميجا سي تي. المفروض كده عندنا كده عندنا 3 بقى، هي ديت هي ديت فيجمعوا على بعض فيبقوا 3 quarters كوساين اوميجا سي تي بلس كوارتر اوميجا كوساين 3 اوميجا سي تي. المفروض عندنا يعني الكارير بالمنظر ده، ف المفروض بقى لو دي يعني الام اوف تي فهنعمل بقى المفروض الاولاني اللي هو هنستخدم انهي فلتر. المفروض الاول نرسم يعني نشوف ايه اللي هيبقى عند النقطه ديت. ف فالاول المفروض الام اف تي هتضرب في الكوساين ديت تايم مين، فهيحصل شيفتنج عند الاوميجا سي النيجاتيف اوميجا سي، المفروض يعني هتبقى كده، بس المفروض الامبليتيود هيقل للنص اللي هو الامبليتيود بتاعها كان ايه، فهيقل للنص اللي بقى ايه اوفر 2، وفي هنا مضروب فيه فاكتور اللي هو 3 على 4 فده هيتضرب فيها زي ما هي بيبقى سنتر فريكونسي ده. المفروض هتبقى هنا بقى اوميجا سي بلس 2 باي بي، والمفروض بقى المفروض برضو نفس الكلام هيتضرب في الكارير الثاني ده او الجزء الثاني من الكارير، هيبقى 3 اوميجا سي ونيجاتيف 3 اوميجا سي، وهيبقى برضو حاجه بامبليتيود مختلف يعني، و الامبليتيود هنا بقى برضو هيبقى اي اوفر 2 بس مضروب في الفاكتور ده اللي هو 1 اوفر 4 وبس كده. فاحنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين عند الفريكونسي، السؤال هو عايز عند الفريكونسي اللي هي بتاعت اوميجا سي، فاحنا مش هنرمي ديت مش عايزينها علشان
هو عايز كده في السؤال يعني. فنستخدم الفلتر ياخد لنا الجزء ده ويرمي كل حاجه. لو هيبقى باند باس فلتر المفروض باند باس فلتر الباند ويت بتاعه المفروض هيبقى يعني الويت بتاع السيجنال ديت عند الفريكوينسي ديت هيبقى يعني من اوميجا سي ماينس 2 باي بي لحد اوميجا سي بلس 2 باي بي. بس ايه سؤال تاني؟ ديترمن الباند ويت كام؟ سنتر فريكوينسي صح؟ اوكي هو سنتر فريكوينسي المفروض تبقى اوميجا سي تمام والباند ويت هيبقى 4 باي بي بس عند السي بقى هتبقى الرسمه الاثنين دول بس المفروض عشان لو استخدمنا الفلتر ده. طيب نمشي كده سريعا تاني ماشي عشان ايه يعني سامرايز كده الدنيا عملنا فيها ايه. اول حاجه احنا عندنا الام اوف تي مضروب كوزاين كيوب اوكي واحنا عاوزين ايه احنا عاوزين الاوتبوت بتاع الموديليتر بتاعي يطلع ايه ام اوف تي مضروب كوزاين اوميجا سي اوكي. طيب وهعمل ايه هستخدم فلتر بس الاول لازم اضمن مين ان من الكومبوننتس اللي هتطلع لي اصلا هي تبقى ايه فيها كوزاين اوميجا سي. فالكوزاين كيوب هفكها زي ما هو فك كده هيبقى عندي كوزاين اوميجا سي مضروب كوزاين سكوير والكوزاين سكوير هفكها تبقى ايه تبقى نص 1 بلس كوزاين دبل انجل هدخل الكوزاين جوه اوكي. فبقى عندي ايه اول كومبوننت اهو من اللي انا عاوزاها صح. يبقى هي اوريدي ايه السيستم ده كيبل ان يطلع لي مين الموديليتد سيجنال. يبقى عندي اول ترم اهو ثاني ترم اللي هي ايه كوزاين اوميجا سي مضروب كوزاين 2 اوميجا سي. طيب كوزاين في كوزاين بيطلع ايه ممكن افكر تبقى ايه نص كوزاين المجموع زائد كوزاين الفرق مجموع 3 اوميجا سي وايه والفرق تبقى اوميجا سي. فبقى طلع لي ايه اوميجا سي تاني هجمعهم على بعض يطلع لي ايه يطلع لي تو ترمز دول واحده عند الهاي فريكوانسي واحده عند ايه عند الاوميجا سي اللي انا عاوزاه. يبقى انا كده ايه عارفه نوع الفلتر اللي انا عاوز استخدمه اللي هو ايه اللي هو باند باس فلتر. باند باس فلتر احنا قلنا طالما حددنا النوع محتاج اعرف له ايه اثنين باراميتر. اول حاجه السنتر فريكوانسي هي ايه اوميجا سي والباند ويت عندي ايه لازم يكون ده كله وده لوحده 2 باي بي فيبقى ايه ده كله هضربه في 2. طيب الامبليتيود بقى انا عاوز ارسم 3 على ال 4 ام اوف تي كوزاين اوميجا سي اوف تي. عاوز اعرف الماكسيمم بقى زي ما عملنا قبل كده. اول حاجه عندي فاكتور ايه 3 على ال 4 مضروب في مين؟ في 1 على 2 باي بتاع مين؟ بتاع الكومبليوشن صح؟ مضروب في مين؟ الـ A اللي هو الماكسيمم بتاع ده مضروب في الباي بتاع الكوزاين. اديني ايه؟ باي اتشالت مع الباي اديني ايه؟ 3 على 8 A زي ما هو رسم. انتوا بعملوا السيجنال التاني انا عاوز ارسم 1 على الـ 4 M of T كوزاين 3 اوميجا T ها الامبليتيود بتاعها هيبقى عبارة عن ايه؟ ايه؟ لا قول يعني حد يقول الايكويشن حد يقول كده زي ما انا كتبت كده. عندي ايه؟ 1 على الاربعة الاول مضروبة ايه؟ مضروبة في 1 على 2 باي بتوع الكونفليوشن مضروبة في الاي بتاع الام اوف تي مضروبة في مين؟ في باي. اديني ايه؟ اديني الاي على الثمانية تمام؟ سهلة؟ طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عاوز المينيمم اوميجا سي اللي انا اقدر استخدمه في الايه؟ في السيستم ده. ايه اقل اوميجا سي؟ لا مش دي مش بتاعت السامبلينج. حاجة يعني السامبلينج ده عشان فيه بريديستي بس عشان بعمل سامبلينج لكن هنا لو انا بعمل بس كومبليوشن بعمل موديليشن بالظبط 2 باي بي اللي هي ايه؟ اللي هي تخلي لي سيجنال بس تشفتت هنا يعني مجرد ان دي كلها تطلع ايه في البوستر صح؟ وعشان انقلها كلها في البوستر محتاجه ايه؟ محتاجه ده بس اللي هو كام؟ 2 باي بي. يبقى اقل حاجه استخدمها ايه؟ 2 باي بي عشان تديني شكل ده لكن لو اقل من كده هيديني ايه؟ هيديني حاجه عامله فين؟ which is ايه؟ distorted صح؟ هنا لو انا استخدمت اقل من 2 باي بي ايه اللي هيحصل؟ هيفضل ايه دي اتشفتت بس ستيل ليها حته في النيجاتيف صح؟ ودي اتشفتت برضه يعني اتشفتت يمين وشمال فدي هتيجي كده
ماشي لغايه هنا وبعدين تيجي كده لغايه هنا فيبقى ايه في اوفرلاب هنا فيحصل لي ايه ديستورشن ده موديليشن اعمل كومبيتيشن 3 مرات احنا ليه فكينا الكوزاين عشان انت بترسمش كذا رسمه عشان الوقت وعشان اللخبطه وهو مثلا لما جيت كنت بترسمها صح رسمت 3 وجيت شفت نسي انه او يعني اتلخبط في فكره انه ايه انت هيبقى عندك في الاول خالص مثلا ايه عندك دي وتتشفت مثلا اراوند ايه الاوميجا سي وبعد كده تتشفت كده اراوند ايه الاثنين اوميجا سي وعند الزيرو وبعد كده تاخد الثلاثه دول تشفتهم كلهم يمين وشمال فاهم فكره هتبقى ايه تعبك كتير دي كانت ايه سطرين وانت واثق من الماء مهما بتكتبش لو بس فلت عشان احنا دايما معتمدين ان اوميجا سي دايما بتبقى كبيره في اوردر اوف ميجز لكن لو هي في الحاله دي اكيد استخدمي لو بس فلتر مفيش اصلا بان بس فلتر في الرينج تمام طيب بعد كده بيقول لي هل ينفع هل لو كانت عندي اوسيليتر كوزاين لو كان عندي الاوسيليتر كوزاين سكوير هل ينفع اطلع منه الموديلات السيجنال هي ام اوف تي كوزاين اوميجا سي تي مين بيقول لا صح تعال نبص كده يعني انا هيبقى عندي مين هيبقى عندي كوزاين سكوير بس حاجه فكرت بقى ايه نص كوزاين او 1 بلس كوزاين دبل اي الترم ده فيه كوزاين اوميجا سي مفهوش صح ولا ايه يبقى كوزاين سكوير عمرها ما تطلع لي الموديلات السيجنال اللي انا عاوزاها صح طيب ايه الكونكلوجن طول ما الباور اد هينفع اعمل موديليشن ولا لا هعرف اطلع الكومبوننت اللي انا عاوزاه ولا لا هعرف طيب طول ما الباور ايفن مش هيطلع لي صح هيطلع لي ايه كوزاين ايه كوزاين دبل انجل وبعدين 4 4 اوميجا سي وبعدين 6 سو اون الثاني هيطلع لي ايه هيطلع لي اوميجا سي و3 اوميجا سي وايه مالتيبلز ايه الاود مالتيبلز اوكي طيب اخر بقى سؤال خالص وهنمشي طيب هنا هو عاوز ايه عاوز مديني ام اوف تي وعاوزني اعمل سكتشنج للدبل سايد باند لارج كارير سيجنال موديليتد سيجنال ماشي جيفن ان انا عارف ان الموديليشن اندكس مره بنص ومره بواحد ومره باتنين ومره بالفنت ها اول حاجه هعملها ايه هنجيب الاي سي ماشي الميو الاول حد يقول لي الرول بتاع الميو كده ام تي ها مينيمم ابسوليوت على الـ AC طيب هنا الـ MT minimum بكام؟ وهناخد أبسوليوت 10 10 على الـ AC بيساوي مرة أول مرة إيه؟ خلينا نقول إن هو النص يبقى الـ AC في الحالة دي بكام؟ 20 ماشي يبقى أنا هشفت ده كله بإيه؟ بـ 20 خلينا نرسم كده 20 يعني إيه؟ هبدأ هنا من 10 10 لغاية إيه؟ 30 برسم ايه السيجنال بتاعتي عامله كده وزيها ايه زيها تحت برسم ريفلكشن طبعا ده هيبقى ايه دوتد كده لا شفت 20 بس زودتي 20 على نكتب 10 جاي تطلع كده مثلا بعد كده هعمل ايه هرسم الكوزاين في النص صح اوكي
طيب بعد كده بيقول لي النيوب واحد. نيوب واحد يعني ايه؟ يعني الاي سي بعشر لما تكون النيوب ايه بواحد. تمام الناس اللي ورا معايا ماشي. هشفت ده بعشرة يبقى يوصل لي فين؟ عند الزيرو. يعني اكني هقف كده هقف هنا برضه نفس الحكاية صح كده؟ واعمل ايه؟ هقسم الكوزاين في النص. اوكي؟ طيب بعد كده ايه اللي ايه؟ عاوز الميو في اتنين يعني ايه سي بكام؟ خمسة. هنا هيبقى فيه اوفرلاب ولا لا؟ هنا اوفر موديليتد صح؟ هيبقى عامله ازاي بقى؟ ده هيطلع بس خمسة بس. هيبقى عامل ازاي؟ بعمل مثلا كده واعمل ايه؟ ريفلكشن الناحية التانية. وارسم ايه؟ وارسم كوزاين. وارسم كوزاين ايه في النص كده. طيب اخر حاجة بقى النيوب انفينيتي. يعني ايه نيوب انفينيتي؟ ايه؟ بالظبط الاي سي بايه؟ بزيرو. يعني الاي سي بزيرو يعني ايه؟ سفرس كارير صح؟ يعني هرسم بس ريفلكشن هنا كده وارسم ايه؟ كوزاين في النص. طيب بسرعة كده خلينا نريكاب الدنيا. ماشي أول حاجة قلناها قلنا ايه؟ قلنا ان مودريتد كارير بنتكلم على مين؟ على كارير اوميجا اللي هي الكوزاين اوميجا سي تي. طيب والمودريتنج سيجنال بتكلم على مين؟ على المسج صح؟ ام اوف تي. المودريتد سيجنال هي مين؟ الام اوف تي لما ايه؟ تضرب في الاوميجا سي. تمام؟ طيب بعد كده اتكلمنا على ايه؟ افتكر بقى عشان انا نسيت الترتيب. الفورمولا. ماشي؟ اتكلمنا عن الفورمولاز. قلنا لو انا عندي ايه؟ عندي دبل سايد بان سبريس كارير. سبريس كارير يبقى عندي ام اوف تي على طول الضرب في الكوزاين. لو لارج كارير يبقى ايه؟ ام اوف تي بلس زودت عليها ايه؟ كومبوننت للكارير وضربت كل ده ايه؟ كوزاين اوميجا سي. طيب في الفريكونسي دومين بعمل ايه؟ لما اضرب في التايم دومين بعمل كومبوليشن في الفريكونسي دومين. يبقى بعمل ايه؟ بعمل شيفت السيجنال عند الاوميجا سي. وايه اللي بيحصل؟ الامبليتيود بتاعها بيحصل له ايه؟ بيقل النص. تمام؟ بعد كده اتكلمنا عن الباندويث. قلنا ان الباندويث بعد الموديليشن بيبقى ايه؟ بيبقى دبل البيس باند اللي هو بيبقى 2 بي. اوكي؟ وبعد كده اتكلمنا عن السايد باندز. طول ما ببص على الانفينيتي سواء نيجاتيف انفينيتي او بوزيتيف انفينيتي يبقى انا بتكلم على ايه؟ ابر سايد باند. لو انا ببص ناحيه الزيروز من عند الاوميجا سي للزيرو يبقى ايه؟ لوور سايد باند. بعد كده اتكلمنا عن الموديليشن اندكس اللي هو عباره عن الام اوف تي مينيمم ابسوليوت على الاي سي. فلو هو انا عاوزاه دايما يبقى اقل من الواحد، لو اكتر من الواحد يبقى اوفر موديليتد. اخر حاجه كانت عندنا كانت ايه؟ السكتش. بعمل سكتشنج ازاي؟ لو انا برسم سبريس كارير فانا ايه؟ برسم الانفلوب بتاع سيجنال او برسم السيجنال دوتد وبعمل ريفلكشن اراوند الاكس اكسس وارسم الكوزاين في النص. طيب لو بعمل لارج كارير ها بشفت الاول السيجنال فوق وارسم الانفلوب بتاعها فوق واعمل ريفلكشن على الاكس اكسس وارسم ايه؟ الكوزاين في النص. بس ايه ما انساش ايه بقى؟ ما انساش اخليه يكمل بعد ما السيجنال تخلص يمين وشمال. اوكي؟ طيب انا كده خلصت. اللي عنده اسئله ممكن يفضل.